أمام حضراتكم حسام كتبه ليقول عن واقعة رائعة لأحد المشايخ والخطباء في تركيا تدلل على أن هناك حب كبير من معظم أبناء الشعب التركي لأشقائهم العرب. كتبه ليقول بعد انتهاء خطبة الجمعة خطيب مسجد الإمام علي في غازي عنتاب باللغة العربية يقول اليوم ينتهي مشواري في هذا المسجد، هذه آخر خطبة لي هنا، قضيت 6 سنوات، سأنتقل الآن إلى الشرق التركي، أحبكم جميعا وبالأخص إخوتي العرب القادمين من بلاد رسول الله، شكرا لكم جميعا. الله يألف بين قلوب الناس أجمعين، ونتمنى بإذن الرحمن أن يكونوا في الاتجاه الصحيح